واقول لك حاجه، احنا داخلين على الشتاء مش كده يا شيرين؟ دخلت الشحنه في سبتمبر اهو، فاضل اكتوبر ونوفمبر تقريبا يبقى شتاء. احنا بيحصل لنا حاجه في الشتاء كلنا اكيد، صح، اللسعه الكهربائيه، تنزلي من العربيه تتكهربي، اي حاجه تسلمي على حد تلمسيها بالظبط. فدي دي. وعلى فكره بقى، بما ان حضرتك قلتي عن النقله، اللي كانوا حاسين ان الشتاء السنه الصيف السنه دي شديد الحراره، احنا عندنا كلام من الارصاد بتقول ان الشتاء هيكون شديد البروده بس وهيبقى في موجات رهيب. بس ولا احسن ولا بتاع، والله احسن حضرتك بعد اللي شفتيه في العلمين ده، الشمس والبحر والرمل والحفلات، هنروح بقى نتكلفت. ما حسيتش انا، ما شفت انا، يودوني اروح في التلفزيون. طيب اروح اقول ما اروحش ما اقولش. طب في الشتاء جنب البرد بقى، حكايه الكهرباء اللي بتحصل، يعني زي ما الاستاذه قالت، تيجي نفتح اكره حاجه، باب عربيه، نسلم على حد، كلنا نكهرب، تلبس حاجه تلاقي حتى في الضلمه يبان حركه الكهرباء. كان دايما نقول انه ممكن ده يكون السبب ان الهدوم بتاعتنا فيها انسجه سينتاتيك او صناعيه، هي اللي بتعمل الاحتكاك ده مع الجسم مع الحركه، تعمل الشحنات الكهربائيه. الناس ساعات كانت ممكن تقلق لما الحكايه دي بتبقى متكرره كتير، لان بتبقى مزعجه جدا جدا. لكن الحقيقه ما طلعتش بس الهدوم هي المتهم الوحيد في الموضوع، طلع ان في اسباب طبيه كمان ممكن تخلي ناس عندها استعداد ان الحكايه دي تحصل لها بشكل متكرر اكتر من غيرها. فخلينا نعرف الاسباب. انا كنت متاكده، يعني انا كنت بحس انه يا اما انا عندي مثلا قوه ايجابيه او سلبيه. والله كنت نعمل ارضي بقى طول الوقت انا بتكهرب طول الشتاء، فاقول فحاسه انها طاقه كهربائيه من الجسم. دول هم قالوا لي العكس، يعني عكس اللي انت قلتيه، قالوا لي العكس، قالوا لي لا ممكن اللبس. بس انا بقول انا دايما كانوا بيقولوا لي اللبس. ما انا لا أنا ما كانوش يقولوا لي اللبس بقى، كان يقول لك عندك طاقه بتطلع بتكهرب شحنه. يعني. الشحنه دي هتيجي منين غير من الاحتكاكات؟ لا طب ما احنا في الصيف احيانا ممكن نلبس حاجه فيها سنتاتيك وما بنتكهربش، اشمعنى في الشتاء؟ مش عارف. لا لا ايه الحالات، احنا مش هنسكت يعني، احنا لا نسأل. احنا نسال بالظبط. معانا دلوقتي على التليفون دكتور شريف حته، استشاري طب الوقائي والصحه العامه، عشان يحسم لنا الموضوع ده قبل ما ندخل عليه نبقى مستعدين. مساء الخير يا دكتور. يا مساء الفل يا استاذه شيرين. اهلا بحضرتك. مساء النور، يعني او ربنا يخليك دكتور شريف. الدكتور شريف، يعني اللسعة الكهربائية هل دي فعلا طاقة بتطلع من البني آدم، يمسك حتة حديدة، يمسك أي حاجة يكهرب، أو الأشخاص أو الأشخاص إنه يكهرب لما يسلم على شخص ما يعني، ولا يعني دي حاجة ليها علاقة باللبس بتاعنا وإنه في جزء صناعي، ألياف صناعية وكده؟ قول لنا إيه يعني الحقيقة بتاعتها إيه؟ خلينا نقول نمسك العصايه من النص. بمعنى ان كلام حضرتك مظبوط، ان الانسان ممكن يكون عنده استعداد لموضوع الشحنات الكهربائيه او اللسعه الكهربائيه اللي بتبقى موجوده، وفي نفس الوقت عوامل بتزود ده، وعلى راسها ارتداء الملابس اللي فيها الياف صناعيه. ده بيساعد بشكل كبير جدا على حدوث اللسعه الكهربائيه اللي ممكن تحصل دي. كمان الناس اللي بتاكل حاجات فيها املاح كتير جدا ونسبه الاملاح عندهم عاليه بيبقى عندهم اكثر عرضه. ايه العلاقه يا دكتور؟ ترشي يعني والحاجات دي حضرتك، يعني قصد حضرتك؟ شوفي حضرتك، بتبقى عوامل خطوره اكتر، مش معنى كده ان كل اللي بياكل هيجيله وان اللي ما بياكلش هيجيله. بتبقى بتخلي في خلل شويه في الكيمياء بتاعت الجسم. تمام. احيانا لقوا، شوفي بتبقى دراسات، لقوا ان الناس اللي بتاكل حاجات فيها املاح اكتر ممكن بتحصل معاها الموضوع بتاع الكهرباء ده. طيب الحاجه المهمه جدا جدا، جفاف الجلد. جفاف الجلد، عشان كده احنا بنقول ليه بتحصل في الشتاء اكتر؟ صح. لان عندك في الشتاء بتلبس ملابس صوف فيها الياف، وبتبقى عندك في جفاف في الجلد، لانه مش زي الصيف طبعا، وفي ميه وفي دايما بيبقى رطب وفي كريمات كده. لا طبعا، درجه الجفاف العاليه اللي في الجلد بتخليه اكثر استعدادا انه يشعر باللسعه الكهربائيه، وخلينا نقول انها مزدوجه، بمعنى ان لو هو ما عندوش فاللي قدامه عنده، فبيبتدي يكهربوا بعض. عادي جدا، ما عندكش مشكله. بس تسلم على واحد عنده لسعه كهربائيه تلاقي نفسك الكهرباء احنا الاثنين، ده على طول تحس باللسعه، بل بالعكس كمان ممكن انت وانت بتلبسه تحس باللسعه اكتر منه. بتاخد منه هو عنده اللسعه دي موجوده بشكل هو موصل جيد، يعني موصل جيد لمرتدي صوف او عنده جفاف في الجلد
او حاجه من الحاجات اللي قلناها دي كلها. انا عايز احط يافطه والله يا دكتور شيرين، انا تبتدي الشتاء بهزر، والله ما بهزر، ببقى عايز احط يافطه واقول احذروا سناء منصور من الكهرباء اللي هتكهرب الضغط العالي، كل حاجه كل حاجه بتكهربني. عندنا مشكله في الكهرباء اهو، يعني بتنفع معانا بقى. طب دي حاجه مقلقه يا دكتور، يعني لما يبقى حد عنده الاستعداد ده؟ لا خالص، غير مقلقه بالمره، وبالدليل على ده ان في ناس عايشه طول سنين عمرها وعندها الشحنه دي وعندها اللزقه وما بيحصلش حاجه الحمد لله. دي حاجات عاديه جدا وبتحصل نتيجه، بس ننصح بعض الناس انك انت زي ما قلنا دلوقتي في عوامل خطوره بتؤدي الى او عوامل بتساعد على اللسعه نتجنبها. حاول تلبس ملابس قطنيه، حتى الملابس الداخليه الملامسه للجلد على طول. ايوه بالظبط كده، حاول تخلي الجلد بتاعك دايما حتى في الشتاء يكون رطب دايما باستخدام المرطبات والكريمات. حاول تقلل من اكل الاملاح. اذا انت لما يقول لك اذا عرف السبب بطل العجب، اذا عرفت السبب بتاع الحاجه تبدا تتفادى عوامل الخطوره بتاعتها. صحيح. شكرا يا دكتور. طب كويس، طب انا عمري ما باكلش ولا مخللات ولا الحاجات دي كده، ورغم كده بنكهرب. انا مش عارفه ايه، ميه بقى، ميه كتير وملابس قطنيه. وملابس قطنيه هتدفينا يا ترى في الشتاء؟ انت بتقولي لسه الارصاد قالت انه البرد جاي لنا قارس. طبقات بقى، طبقات. ده الحل. شكرا للدكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. شكرا ليك يا دكتور.